السلام عليكم أعزائي المتابعين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. خبر صار لجميع الإخوة المتابعين في الوطن العربي. قريبا إن شاء الله دورات تكوينية في عالم الرياضة وفنون القتال، وفرصة ذهبية لنشر هذا المحتوى في الوطن العربي بتنسيق مع المنظمة الدولية السويدية سيوس. فبعدما تواصلت مباشرة مع المدير العام للمنظمة الدكتور عبد العظيم أحمد، وتم الاتفاق على القيام بدورات تكوينية في عالم الرياضة وفنون القتال تحت إشراف المنظمة السويدية الدولية للعلوم الرياضية. وبصراحة قررت أن أزف لكم هذا الخبر المفرح، وأجمل ما في الموضوع أن هذه المنظمة بعد الدورات التكوينية تقدم شهادات دولية معتمدة من الحكومة السويدية، ومصادق عليها من كاتب العدل السويدي والخارجية السويدية. وللتعريف أكثر بهذه المنظمة، أدعوكم أعزائي المتابعين لزيارة الموقع الرسمي للمنظمة، وستجدون رابط الصفحة الرسمية لموقع سيوس، والموقع الرسمي أيضا ستجدون الروابط في صندوق الوصف. فقريبا إن شاء الله دورات تكوينية في العديد من الدول العربية، وهذا يحفزني لأقدم الأفضل وبطريقة منتظمة، لأنه في السابق عندما كانت تتم دعوتي من قبل بعض المتابعين الأوفياء، تم دعوتي سابقا لزيارة الجزائر ومصر والعراق، خصوصا أن ذلك يحتاج لتنظيم من قبل منظمة مثل هذه المنظمة الدولية. وأتمنى من كل قلبي أن نتواصل مباشرة وألتقي مع جميع المتابعين الأوفياء وفي العديد من الدول، وهذا شرف لي في الحقيقة. وبالمناسبة أعزائي المتابعين، أجيب عن بعض الأسئلة المتكررة التي طرحت علي في الآونة الأخيرة، من بينها هذا السؤال، وهو: هل ممارسة رياضة بناء أجسام تؤثر على الطول؟ الحقيقة أنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن رياضة بناء أجسام أو رفع الأثقال تؤثر على طول الجسم ولو في سن النمو، وأنا أرى أنه قد يكون العكس صحيح، فبناء الأجسام تؤثر على صحة الممارس بشكل إيجابي، تقوية العظام، تقوية أنسجة العضلات، ولا ننسى أن ممارس بناء أجسام يهتم كثيرا بالتغذية الصحية، وهذا بطبيعة الحال يحفز الجسم على القوة والنشاط والنمو وليس العكس. إذن فالجواب وباختصار، رياضة بناء الأجسام أو كمال الأجسام لا تؤثر على الطول. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. ولا تنسوا دعم. كان هذا إخواني أخواتي فيما يخص هذه الحلقة، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا زيارة موقع المنظمة الدولية سيوس وأيضا الصفحة الرسمية على فيسبوك. كما أدعو كل مشاهد جديد بالقناة أن يشترك ويفعل الجرس، ولا تنسوا من فضلكم ترك لايك وتعليق تحفيزي، فهذا يعني لنا الكثير. وشكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.